اللهم امين. عندي بعض الاسئله يا شيخ. اربع اسئله يا علي. اي نعم. اعطنا الاول يا اخي. السؤال الاول يا شيخ، في حديث قدسي، نعم، متاكد من صحته، اللي هو موت الملائكه جبريل وملك الموت واسرافيل، وبعد ذلك يقول الله لمن الملك اليوم، الى اخر الحديث. يعني طبعا انا امام مسجد وتكلمت بهذا الحديث، فاخبرني احد انه ضعيف. ومن اعد ايش الحديث بالله، اعطينا تفصيل شويه بس. أيوة. يوضح الحديث، في اخر الزمان بعد ان يموت من في الارض، ينادي ملك، ينادي الله سبحانه وتعالى ملك الموت، فيقول من بقي، وهو اعلم سبحانه، فيقول بقي جبريل وميكائيل واسرافيل وعبدك الضعيف ملك الموت. فيموت، يأمر بأخذ روح جبريل، بعد ذلك يأمر بأخذ روح إسرافيل، بعد ذلك ميكائيل، إلى أن يبقى ملك الموت. فيقول بقيت وأنا وأنت أرحم الراحمين، فقل يقول بعزتي وجلالي لأذيقنك ما لقت به عبادي. أيوة. طيب يعني قيل لك أن الحديث ضعيف. أي قيل لي، فأريد أن نتأكد منه. تسمع إن شاء الله تعليق من أو لا. أخونا علي يسأل عن الحديث القدسي الطويل الذي ذكره لنا، هذا الذي ذكره. نعم. الأخ علي. نعم. هو من حديث بني إسرائيل، ومنه أيضا حديث الصور الطويل الذي ذكر فيه الموت، وهو حديث ضعيف لضعف رواته. لكن أنا أنصح أخي علي أنه لا توقع نفسك في الورطة ثم بعد ذلك تبحث عن مخرج. يعني لا تحدث الناس إلا بما علمت صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. جميع الأئمة يعني وغيره، كل إمام وكل متحدث. نعم. ينبغي أن يتحقق مما يخبر به الناس، يعني هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يعني يعتقد أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هذا إن شاء الله غير موجود في إخواننا المجتهدين في الدعوة، لكن ينبغي الحذر لأن الموضوع خطير. والصحابة كانوا يسكتون خشية الخطأ، مع أنهم عالموا، خشية الخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك في مثل هذا ينبغي الحذر.